بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. قال شيخنا العلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، قال: النوع الثالث ما جاء على ثلاثة أوجه، وهي أو وهي يجوز يعني على لغة من لغات العرب إسكان الهاء، وهي سبع، إحداها إذ كما قلنا تأتي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول هتعرض ظرف لما مضى من الزمان، ظرف لأولاد إيه؟ ردوا علي، ظرف لما مضى. يا سلام، قبل أن نستشهد بالآيات القرآنية، لو أن أحدكم له صديق كان يدرس معه العلم، وبعد انتهاء الدراسة هذا الصديق صار من ذوي المكانة العلية، يعني مثلا صار سفيرا لمصر، فصديقه قال لأصحابه إن هذا السفير كان صديقي، فلم يصدقه أحد، فقال: أنا ذاهب إليه لأسلم عليه. فلما جاء عنده قال له: أنا صديقك، فلم يتذكر السفير، فبدأ هذا الرجل يذكر السفير، قال: تذكر إذ كنت صديقي في الأزهر. أهلا وسهلا مرحبا، هذا معنى إذ، ظرف لما مضى إيه؟ يا سلام. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. إذا إذ ظرف يا أولادها لما مضى من الزمان، يعني عندما ابتعدت عن أهلها لأنها شعرت بظهور يعني علامات الحمل، فخافت أن يفتضح أمرها وأن تتهم في عرضها. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، يعني ابتعدت عن قومها. فاهمين يا أولاد ولا لا؟ ردوا علي. هذه إذن النوع الأول أو المعنى الأول لإذ، إنها تكون ظرف إيه؟ لما مضى من الزمان. واذكروا إذ أنتم قليل، اذكروا وقت أن كنتم قليل فكثركم، واذكروا إذ كنتم قليلا، واذكروا إذ أنتم قليل، يبقى دخلت على جملتين اسمية وجملة إيه؟ أيوة، يبقى لما تكون الظرف لما مضى من الزمان تدخل، لا بلاش تخش، دي خش دي كلمة تقول تدخل، تخش دي كلمة إيه عامية صح؟ وإحنا بندرس لغة عربي فنحاول إيه إن الأسلوب يكون إيه؟ أيوة الله يفتح عليك. يبقى إذا تدخل على جملة الإسمية وجملة إيه؟ طيب اذكروا ده فعل أمر، هذا الأمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة، أي أمر تتصل بواو الجماعة يبقى مبني على حذف النون. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، لأن الأمر يبنى على ما يلزم به مضارعه، وهذا الفعل يلزم بحذف النون. أقول مثلا: أولاد يعقوب لم يدخلوا. فالأفعال الخمسة تنصب وتلزم بحذف إيه؟ بحذف النون. واذكروا إذ، أقول ظرف لما مضى من الزمان. أنتم ده مبتدأ اللي هو ضمير منفصل مبني في محل رفع، قليل خبر. جملة أنتم قليل في محل جر مضاف إليه، لأن إذ تضاف إلى جملة اسمية. طبعا يا أولادي الإضافة إذا أردت أن تضيف كلمة لكلمة تحذف التنوين، أقول هذا، ردوا علي، قال من، أو ده التنوين ده، احذف التنوين تقول قال من أستاذي. إذا عند الإضافة إذا أردت أن تضيف كلمة لكلمة عليك أن تحذف إيه؟ يا سلام، الشاعر يقول: كأني تنوين وأنت إضافة فحيث تراني لا تحل مكاني. يعني الكلمة إذا كان فيها تنوين لا تأتي الإضافة أبدا، إذا جاءت الإضافة يحذف التنوين.
فإن لا تضاف إلى مفرد، تضاف إلى جملة. يعني أنا الآن بقول كتاب النحوي باب المسجد، مسجد الصحابة، كل ده أضيف إلى إيه؟ يوالد رد أضيف إلى إيه؟ مفرد، مفرد. لكن أنتم قليل جملة، صح ولا لا؟ إذ لا تضاف إلى مفرد، تضاف إلى جمل، والجمل اسمية وجملة إيه؟ فالشيخ ما شاء الله شوف من عبقريته، تحس متمكن من حفظه للقرآن بل وقراءات القرآن. فلما مثل أتى بإذ مضافة إلى جملة اسمية، واذكروا إذ أنتم قليل، يبقى أنتم مبتدأ وقليل خبر، والجملة في محل جر مضاف إليه. واذكروا إذ كنتم قليلا، كان فعل ناسخ، التاء دي اسمها كنتم، دي ده اسم، اسم كان، والميم دي علامة الجمع، قليلا خبر كنتم منصوب بإيه؟ بالفتح. جملة كنتم قليلا في محل جر مضاف إليه. يبقى عرفنا ان إذ المعنى الأول أنها تكون ظرف إيه يا أولادي؟ وتضاف إلى إيه؟ جملة اسمية وجملة؟ قال وتستعمل للمستقبل. ده قليل يا شيخ. يعني هي الأصل أنها ظرف إيه يا أولادي؟ لكن ممكن تستعمل للمستقبل. قال تعالى: فسوف تعلمون. الفعل ده يدل على إنه إيه يا أولادي؟ لأن ده دخول سوف، صح ولا لا؟ سوف عندما تدخل على الفعل يبقى يتجعله ايه؟ يا سلام، يبقى السين وسوف تدخلان على المضارع تجعلان زمن، ويا اولادي سيقول السفهاء، يعني في المستقبل. طيب فسوف تعلمون في المستقبل البعيد، يبقى السين تدل على المستقبل القريب، لكن سوف تدل على المستقبل، يا سلام. فسوف تعلمون اذ. طب لما قال فسوف تعلم المستقبل ولا يا شيخ؟ طب لما قال إذ يبقى للماضي ولا للمستقبل؟ ايوه، يبقى قد تستعمل ايه يا اولادي؟ طب ازاي نعرف؟ ما في قرينه، الايه بتقول فسوف تعلمون، يعني في المستقبل. إذ الاغلال في اعناقهم. إذ هنا ليس الظرف لما مضى، بل هي ظرف ايه؟ بدليل فسوف، صح ولا لا؟ هذه معنى تستعمل ايه؟ للاستقبال. ويقال فيها تارة حرف مفاجأة، صلاة على الرسول، يقال فيها حرف ايه؟ مفاجأة. يبقى احنا عندنا يا اولادي ان إذ تستعمل ظرف لما مضى من الزمان، واحيانا تستعمل للمستقبل من الزمان، ويقال احيانا حرف مفاجأة. حرف يا أولادي؟ أيوة. إيه حكاية حرف المفاجأة؟ المفاجأة عن شيء لم تتوقعه. يقول الشاعر: استقدر الله خيرا. استقدر، الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. استقدر الله يعني اطلب من الله الخير، وارضين به. فبينما العسر إذ دارت مياسيره. تخيل لما يبقى الواحد متعسر لا مال معه، وفجأة يدخل عليه رجل يقول هذه هدية مني لك، يقول أحمدك يا رب. يبقى الإنسان بعد ما ليس له ليس معه مال، بل لا يكون قد ليس معه شيء يعني يطعم أولاده، فجأة دخل إنسان وأعطاه مالا، يقول أحمدك يا رب. هذا معنى البيت. فبينما العسر إذ دارت مياسيره، ده مفاجأة للشخص اللي هو يعني كان فقيرا وفجأة دخل عليه إنسان أعطاه المال. يبقى هنا إذ كما قلنا تفيد يا أولادي المفاجأة، زي بالضبط إذا الفجائية اللي هي تليها جملة اسمية: وما تلك بيمينك يا موسى. طبعا ده استفهام قصد به الاستئناس، يعني ربنا جل وعلا يريد ان يدخل الانس والطمانينه على قلب سيدنا موسى، لانه يسير في الصحراء وهي ظلماء وليله شاتيه، ويعني سبحان الله الجو يعني شديد، وهو خرج من مدين متجه الى مصر لزياره امه واخيه هارون عليهما السلام.
فجأة وجد نار، اقترب من النار، كلمه ربنا جل وعلا: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك برسالاتي فاستمع لما يوحى. فهمت يا ولاد ولا لا؟ نعم يا سلام. وما تلك بيمينك يا موسى؟ ايه اللي في ايدك دي؟ طب ما هو ربنا عالم. انما ده استفهام قصد بيه الاستئناس، صح ولا لا؟ يعني بيدخل الانس والسكينه على قلب سيدنا ايه؟ قال: هي عصاي. قال: القها. فالقاها فاذا ايه؟ سيدنا يوسف، سيدنا موسى شيء ليس متوقعا، مفاجأة. فالعجيب ان لما العصا التي في يده وطبعا معاه زمن طويل مستخدمها في ايه؟ يسوق الاغنام بها وينتفع بها. يعني لو اي كلب في الطريق ولا حاجه عايز يهجم عليه يخاف من العصا ويجري، وليها فيها مآرب اخرى. القها فالقاها فاذا هي حيه. سيدنا موسى لما انقلبت العصا الى حيه حقيقيه ولا هاربا ولا ايه؟ يعني لم يلتفت، من شده الخوف لم يلتفت خلفه. هذه اذا الفجائيه دي. يبقى عندنا اذ احيانا تكون المفاجاه، كالبيت الذي قلناه منذ قليل يقول: فبينما العسر اذ دارت ميسيره. تقول: يا احمدك يا رب. طيب الوجه الثالث حرف تعليل. حرف تعليل كقوله سبحانه: ولن ينفعكم اليوم. يا سلام. لن ينفعكم اليوم. اليوم المقصود به يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب. لن ينفعكم أموالكم التي كانت لكم في الدنيا. إيه السبب؟ ليه؟ إذ ظلمتم أنفسكم. يبقى كل الأعمال اللي عملتوها لم تنفعكم، لم تشفع لكم. إذ هنا للتعليل، أي لأجل ظلمكم. يبقى أولادهم لا ينفعونهم، أموالهم التي كانت في الدنيا لا تنفعهم، حتى الأعمال الصالحة إن كانت لهم يعني أعمال برضو لن تنفعهم. سبب أنهم ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بالكفر والإشراك بالله عز وجل، ظلموا أنفسهم أنهم فعلوا هذا العمل رياء وسمعة ولم يعملوها يعني إخلاصا لله عز وجل. يبقى عرفنا أن كم معنى قلناه يا أولاد الآن؟ طيب الثانية ما يقول ما تأتي للثلاث معاني، وقال وهي سبع، صح؟ قلنا هي أولادها إذ، هذا النوع الأول، وقلنا إذ تأتي لكم معنى. طيب الآن نأتي إلى الكلمة الثانية لما. قال يقال فيها في نحو يعني في مثل: لما جاءني زيد جاءني عمرو. العلماء يقولون حرف وجود لوجود، صلاة على الرسول حرف وجود لوجود، ولو تاني اسمه حرف ايه؟ يعني حرف وجود لوجود. ما اسمك؟ لما قل لما جاءني احمد اكرمته، اذا وجد الاكرام لوجوده، صح ولا لا؟ اسمه حرف وجود ايه؟ طب لو احمد مش موجود هكرمه ازاي؟ يعني اذا لما وجد يعني حضر اكرمته. لما جاءني زيد اكرمته. والشيء قال لما جاءني لما جاء زيد جاء عمرو. اذا وجد وجود عمرو لوجود ايه؟ هذا ده حرف وجود لوجود. يعني الجواب اتفق مع الشرط. لما جاءني زيد اكرمته. اذا وجد الاكرام لوجود زيد. طب لو زيد مش موجود اصلا، طب هكرمه ازاي؟ صح يا ابني ولا لا؟ يبقى ده المعنى الاول لايه؟ للما. اسمها يا اولادي ها؟ حرف وجود ايه؟ ودايما تختص بالماضي. لما جاءني اكرمته. لما حضر الي اكرمته. دايما تختص بالدخول على ايه؟ ما ينفعش تقول ايه؟ لما ياتيني اكرمه.
لا، لازم تختص بالايه؟ بالماضي. زعم الفارسي ومتابعوه انها ظرف بمعنى حين. صلاته على الرسول. يا سلام، يا ترى من يا اولادي تابع الفارسي؟ تلميذ ابن جني. ما ابن جني ده تلميذ مين؟ تلميذ ابي علي الفارسي، صح ولا لا؟ فطبعا يعني هو تعلم من شيخه فتاثر به. شيخه اللي هو ابو علي الفارسي، واصلا ده من العراق يعني. والعجيب اللغه الدين العربيه، سبحان الله، عجيب. ربنا بيسخر لدينه من يشاء من عباده. يعني اسمعوا كلمه فارسي، يعني هو اصله منين يا شيخنا؟ من الفرس. نشوف عالم، من صار عالم من العلماء العربيين. بل ان امام النحاة بلا منازع سيبويه، ومع ذلك كان فارسي برضه. كثير من علماء الحديث ليسوا عربا اصلا، وكثير من اهل القراءات كانوا موالي يا شيخنا. اي نعم، يعني نقول مولى فلان يعني كان عبد واعتق، فهم يا شيخ؟ فهذا دين الله، يسخر له من يشاء من عباده. وكان يعني لو العرب ما اهتموش باللغه العربيه، انا اسخر ناس غير عرب يخدموا اللغه العربيه، اي قادر على كل شيء. فحري بك ان تفتخر انك عربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما يعني أخبر أهل العلم، قال أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، ولغة أهل الجنة العربية. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، قولوا أمين. الملائكة بتكلم المؤمنين باللغة العربية: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى. يكلمون ما يقولش جود مورنينج، فهمتوا ولا لا؟ ما يقولش جود مورنينج يا شيخ. يبقى الملكة بتكلم بالإيه؟ إذن يجب عليك محبة لرسول الله ومحبة لكلام الله أن تتعلم لغة القرآن، لأنك لو ما تعلمتش لغة القرآن هتبقى إنسان أعجمي، تقرأ كلاما لا تفهمه. إذن كيف تفسر القرآن؟ كيف تفهم القرآن؟ كيف تتدبر القرآن؟ إلا إذا أتقنت لغة القرآن. عشان كده القرآن إيه؟ قال أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله. بعض الناس ممكن يوحي إليه كده بأن اللغة العربية صعبة وكلها مكلكعة وكلها مش، وده كله غير حقيقة يا شيخ. إيه اللي بيصعب النحو على وجه الخصوص يعني، أو تدريس اللغة العربية؟ صعوبتها من وجهة نظري ترجع إلى شارحها، المدرس نفسه. وهو طالب ما كانش بيحب اللغة العربية، لأن في الغالب ما لقاش اللي يفهمه اللغة العربية، هو يحفظه قواعد يا شيخنا بس، يخليه يصم كده يحفظ بس يقعد يحفظ، لكن فاهمين مش فاهم. امبارح كان لي لقاء مع بعض طلبة العلم، فقالوا لي اختبرهم عشان شرحت لهم الآية الرومية، ولم أكن يعني الشارح يعني، بس قالوا لي انت اختبرهم. فبنت اتصلت بقول لها انت اسمك ايه؟ قالت اسمي وردة. تقول لها وردة دي مصروفة ولا ممنوعة من الصرف؟ كانت ممنوعة من الصرف. يعني ايه ممنوعة من الصرف؟ يعني لا تنوع. ولما جرها قال أجرها بالفتحة، أقول سلمت على وردة مش وردة يعني. تقول طب إيه يا بنتي اللي منحها من الصرف؟ قالت العالمية والتأنيث. قلت لها ماشي كويس، ليه العالمية والتأنيث منعتها من الصرف؟ تقول ما أعرفش. قلت لها هو ده الخطر، ده إنك تحفظ الكلام وكلام صح مظبوط وتجاوبه في الامتحان وتاخد الدرجة النهائية وأنت مش فاهم حاجة أصلا، عما تردد كلام مش فاهمها. إيه الحكمة إن العالم المؤنث
يجر بالفتحة ولا ينون. تقول عشان علم مؤنث. طيب ليه العلم المؤنث لا ينون؟ حد زعله؟ تقول مش عارف. هو ده اللي يا شيخنا. فكثير ما يحفظك يا شيخنا وهو عشان ايه بيكرر الشرح فحفظه واعتقد انه سيبويه يا مولانا، عشان هو كل ما يخرج من فصل بيشرح نفس الكلام، فمع كثرة التكرار اصبح ايه فيروح يكذب كده تلخيص النحو مع سيبويه مش عارف ايه. هو يسمى نفسه سيبويه يا شيخ وهو مسكين مش عارف حاجه. واحد في مره يعني قدرا كده بفتح اليوتيوب كده لقيته عامل لقاء مع مذيعة في التلفاز، يقول أنا أستطيع أن أعرض جميع الحروف في دقيقتين. قلت إيه ده إيه ده إيه ده، ده حاجة يا شيخنا تكاد تكون معجزة يا شيخ. جميع الحروف تعربها في دقيقتين. فاتصلت عليه، السلام عليكم. عليكم السلام، معك فلان؟ طبعا بيعرفنيش، مش مشكلة زي بعض عاد. قلت له أنت قلت كذا، اعرب لي جميع حروف في دقيقتين. قال مثلا خرجت من البيت، أقول من حرف جر مبني على السكون. قلت طب كده أنت عرفت جميع الحروف؟ أنت دلوقتي بتدعي أنك مدرس لغة عربية، صح يا أولادي؟ يعني المفروض الكلام اللي بيتكلم يبقى فهم. هو بيقول يا شيخنا أعرب جميع الحروف، لم يقل أعرب حرف، قال أعرب يا شيخنا. طب هو لما يقول من كده أعرف جميع الحروف؟ طب بالله عليك ده مدرس إزاي؟ لما هو بيقول عن نفسه لطلابه أنا أستطيع أن أعرب جميع الحروف في دقيقتين. طب أعرب جميع الحروف يقول لك من. طب يا سيدنا هي من دي كل الحروف؟ ده حروف الجر لوحدها 20 حرف ذكرها الشيخ ابن مالك في الألفية، حروف الجر فقط. لا عندنا في حروف جزم وفي حروف نصب اللي هو أن ولن وكي وإذا، صح يا أولاد ولا؟ الحروف كثيرة جدا، وفي حروف استفتاح وغيرها يعني كثيرة جدا. فذات معناها يا شيخ بيقول كلام مش فاهم. كلمة أنا أستطيع، اللفظ نفسه يدل على إيه؟ ما تردوا علي؟ لا يعني مش هنظن نحسن يعني برضو نحسن الظن يعني إنه يعني بيتباهى أو بيفتخر، بلاش يتكبر دي. فهمت يا شيخنا؟ يعني بيفتخر إن أنا يعني إيه؟ يعني حاجة ما حصلتش يعني. أنت سمعني يا شيخنا؟ وتقول طيب يا أستاذنا ما أنا عايز أوقفه يا شيخنا عند حد، عشان لازم يعرف. بلاش هو طبعا يا شيخنا بيستغل إيه؟ من هو أمامه. بمعنى ايه؟ ما عارفينش حاجه، فلما اقول اي حاجه فاي حاجه صدقوني. قلت له ابراهيم دي مصروفه ولا ممنوعه من الصرف؟ قال ممنوعه من الصرف. ليه؟ قال العالميه والعجمه. ليه العالميه والعجمه ممنوعه من الصرف؟ قال ما اعرفش. طب لما انت استاذ وبتتباهى انك انت راجل علامه، ايه الحكمه في ان ابراهيم كان العالم؟ طب ليه العالميه والعجمه منعته من الصرف؟ ليه بنقول في التحيات اللهم صل على محمد، صلوا عليه كما صليت على إبراهيم؟ كلمة محمد منونة ومجرورة، يعني صل على محمد كما صليت على إبراهيم. إيه اللي منع من الصرف وليه جر بالفتحة؟ قال لما منع من الصرف عشان علم أعجم. ليه العلم الأعجم منع من الصرف؟ قال ما أعرفش. هذا أنت خطر خطر يا شيخ انك تحفز الطلبه كلام ما هوش فاهمين ولا انت فاهمه اصلا. فمن هنا ياتي صعوبه تعلم علم النحو، ان احيانا المدرس او الملقن للطلاب هو اصلا مش فاهم وفاقد الشيء لا يعطي، صح ولا لا؟ فالطالب نفسه يبقى يحفظ برضه كلام برضه مش فاهم، ويطلع نفس القضيه، ممكن مع الحفظ ده ياخد درجات عاليه ويبقى استاذ في الجامعه وبرضه هو مش فاهم حاجه. السبب كل في كل هذا لم يتلقى العلم، لأن تلقي العلم مشافة كده بيبقى فيه بينه وبين الشيخ أو الأستاذ حوار. ليه؟ يقول له عشان كذا يفهم. نعود، أنا ما أعرفش ليه قلت المثال ده أصلا، ما أعرفش.
وطبعا ما اجبتش يعني. وبعدين قلت له يعني ربنا بيقول في القران ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، ليه الجواب اقترن بالفاء؟ راح بدا يسميه لي يا شيخ اي جمله اسميه، وجاب البيت اسميه طلبيه ومجامد وبلا. قلت له ماشي دي مواضع اقتران الجواب اقتران الجواب بالفاء، ده المواضع. انا بسالك عن السبب لما اقترن في فرق يا شيخنا. ان يسرق فقد سرق، ليه اقترنت؟ عشان جمله فعليه مسبوقه بقد. بس ده حافظ كده يا شيخنا، سافين ولا لا؟ ردوا علي ايه السبب. لك ما اعرفش، هو ده اللي انا عايزه منك. ازاي تدعي العلم وتتباهى بالعلم وتبين انك انت راجل يعني علام زمانك وانت مش فاهم اصلا بتقول ايه؟ ما السبب الذي جعل الجواب يقترن بالفاء؟ تخيلوا يعني احد طلابي بيبيع عيش في الفرن، راجل مسن يعني بيبيع عيش، كان بيحضر له في الازهر وفي بعض المضايف يعني. تخيل ربنا من عليه وعليه بتلقي العلم، شوف لما يجيب بكلام ابن مالك في الألفية ويقول يا شيخنا الشيخ منصور، وهو بيجيب تحس عنده يعني يطرب لما يقول، يعني بيقول كلام فهمه فبيتلذذ بسماع الألفية. يقول وقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لما جعل. يقول يا سلام يا سلام، بينما ممكن طالب درس علم مش فاهم هو إيه اللي بيتقال أصلا، بس ده عشان فاهم تلاقيه بيطرب. انتوا فهمتوا ولا لا؟ يعني عامل دماغ يعني، سامعني يا ولادي؟ عشان فاهم. تقول اشوف انت بتتباهى بحاجه اصلا انت مش عارف. ادي خطوره من يدرس دون ان يعي او ان يفهم، فمنها صعوبه العربيه على ايه؟ على بعض الناس. صح يا ولادي ولا لا؟ يبقى ينبغي لطالب العلم اولا عليه أن يعمل يا شيخنا، ردوا علي، أن يحضر الدرس قبل أن يأتيه ويسمع كلام الأستاذ، والحاجة اللي مش فاهمة لازم يسأل. سيدنا عبد الله بن عباس لما سئل كيف أصبت هذا العلم قال بلسان سأقول، يعني تسأل كثير. لكن لما بنخش الأسباب بيحصل هذا يا شيخ. يبقى لازم الكتاب يكون معاك، تحضر الدرس، تعي ما يقوله الأستاذ، ما فيش حاجة فاهمة تسأل الأستاذ، كده إن شاء الله تبقى قريبة من العلماء كما فعل سيدنا الشيخ خالد الأزهري رحمه الله. ها؟ أيوة شيخنا، في فرق بين وردة اسم أنثى، لأن لما يكون علم يمنع من الصرف. أنت سميت بنتك نجفة، طالما سميتها يا شيخنا صارت علم على أنثى، لكن وردة اللي في القرآن مش مصروفه ليه؟ عشان مش علم على انثى. يعني لو سميت ابنك بنتك امل سميتها اسلام، مش في بنت اسمها اسلام؟ يا واد رد انت، هو هذه ممنوعه من الصرف يا شيخ. طالما سميت بها انثى لازم تمنحها من الصرف عشان علم على انثى. تقول يعني هدى حدك مثال، لو ليك ولد اسمه اسلام وبنت اسمها اسلام كيف تفرق بينهما؟ تقول نجحت إسلام، عفوا نجحت إسلام، بينما عند المذكر تقول نجح إسلام. يعني في المذكر تنونه، في الممنوع في الأنثى تقول يا شيخنا. وده أحيانا أنا يعني بعض لما بناقش رسالة ألاقي الباحثة تقول إيه؟ رسالة مقدمة من، خدوا بالكم بقى، خدوا بالكم يعني الباحثة جابت تأنيسة أهي، المدرس المساعد. بتقول ايه 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 العظمه دي؟ لما انت مدرس، انا مدرسه يعني؟ يعني انت بتقول عن نفسك مدرس؟ ده في احيانا بعض الاخوات يعني تكتب ايه؟ مثلا فوزيه معلم اول لغه عربيه، شفت الكلام الحلو؟ تقول يعني انت معلم، انا معلمه يعني؟ ما انت ولا بتتباهي انك انت يعني حاجه يعني ومش عارفة تفرق بين الذكر والأنثى. تقول عن نفسها معلم يا شيخ، ده حاجة سبحان الله تجعل العقل يعني إيه للدرجات بتقول كلام ما أنتش فاهمه.
ده اللي غير كده يا شيخ، احيانا بتبقى ما شاء الله استاذه دكتوره وتقول اجتمعت اللجنه المكونه من الاستاذ الدكتور فاطمه، لا اله الا الله. طب لما انت استاذ دكتور، انا استاذه دكتوره، ما تردوا علي؟ لا اله الا الله. طب ازاي يعني؟ ما لازم تفرق بين الذكر والانثى. العرب فرقت بينهما سبحان الله. لما اجيب فعل لازم انس، اقول قالت امراه العزيز، قالت امراه عمران، صح يا شيخ؟ والرجل قال رجل، يعني في فرق بين الذكر والانثى. تخيلوا يا اولاد، عشان ما فيش تلقي، رغم الواحد ممكن يحصل على درجه عاليه، لكن ايه السبب ان هو بيخطا مثل هذا الخطا؟ عشان يا شيخنا عدم التلقي. بس اقتنعت يا سيدنا؟ فهمت؟ اقتنعت؟ الله يبارك. ها؟ طيب سلام، سألت وجبت الإجابة خلاص يعني، لكن أنا كنت عايز أعديها عشان بس الوقت. لكن خد بالك يا شيخ، الكلمة تزوجت رزقت بثلاثة أولاد، اسم وفعل وحرف، صليت على الرسول. الاسم الأصل فيه الإعراب، أقول هذا قلم واشتريت قلما وكتبت بقلم، فالأصل في الاسم يبقى معرب. معنى معرب يا شيخنا يعني إيه؟ يعني شكله أخر يتغير، صح؟ ده اسمه الإعراب. ده هذا الاسم إذا أشبه الحرف يبنى، يعني الولد ده أبو علمة ده له أخ فلاح، عارف فلاح يعني؟ أنت فلاح برضه. أقول فلاح ده وجد أخاه كلما مر على أناس يقبلون يده ويجلونه ويحترمونه، فذهب إلى حجرته فتزيأ بزيه ولبس عمامته، فاهم يا شيخ؟ فلما أشبهه الناس بقت تبوس يده، فاهم يا شيخ؟ يبقى الاسم لما يشبه الحرف ياخذ حكم على طول يبنى، والاسم منه معرب لشبه من الحروف مدني يعني قريب، فهمت يا شيخنا؟ طب الاسم لما يشبه الفعل، هل الفعل منون؟ يا ترد انت اهو، لما اقول جلس ينفع اقول جلس ينفع؟ طب هل الفعل يجر؟ ينفع اقول سلمت على جلسي؟ يبقى الفعل لا ينون ولا ايه؟ كل اسم ممنوع من الصرف اشبه الفعل، ولما يشبه الفعل لا ينون ولا يدخله ايه؟ كسره، صح ولا لا؟ طب يعني ازاي يعني ايه الفرق؟ يعني كيف اشبهت فاطمه جلسه مثلا؟ ما اي فعل ماضي، اي فعل في علتان يعني سببان، العله معناها السبب يعني، صلاته على الرسول يرد علي، اي فعل هو كتب جلس قام، اي فعل جلس في علتان، العله الاولى انه ماخوذ من المصدر جلوس، خذ منها جلس يجلس اجلس، لان المصدر التصريفي الثالث للفعل يعني، صليته على الرسول دي اسمها عله لفظيه، تماما مثلك انت، انت فيك عله عن والدك، انت ماخوذ منه، يعني الاصل في وجودك والدك، صح ولا لا؟ مش ربنا قال ايه؟ انا خلقهم من ذكر وايه؟ صح يا شيخنا؟ يبقى انت فرع عن ابيك، انت ماخوذ منه يعني، دي اسمها عله لفظيه. هناك عله معنويه، كل يوم تقول يا بابا اديني 10 جنيه ادخل اروح عشان اروح الكليه، صح يا ابني؟ يبقى في عله لفظيه انك ماخوذ منه، وعله معنويه انك محتاج له، كل يوم تقول له اديني فلوس، صح يا ابني ولا؟ اي فعل كده يا اولاد، اي فعل جلس ماخوذ من الجلوس، كتب من الكتابه، قام من القيام، وفي عله لفظيه معنويه انه محتاج للفاعل. ما ينفعش تقول ايه؟ كتب جلس، لا، تقول كتب زيد، جلس خالد، لازم يحتاج للايه؟ فكذلك فاطمة فيها العلتان دول. التأنيس فرع عن التذكير، والعالمية فرع عن التنكير، يعني العالمية فرع عن التنكير والتأنيس فرع عن التذكير، فأصبح في كم علة؟ يعني وجود علتين مش نفس العلل يعني، يعني حاجتين وصل حاجتين يعني، فأصبح ممنوع من الصرف زي، عشان كده تقول سلمت على فاطمة تا، ما تقولش فاطمة تين، صح ولا لا؟ صح يا شيخ؟ لأنه أشبه إيه؟ الفعل، صح؟ أشبه إيه؟ الفعل، هو ده السبب الحقيقي إن الاسم يمنع من الصرف إذا أشبه الفعل. خد بال حضرتك، الاسم الممنوع من الصرف ده
إذا أضفته إذا أضفته هتلاقي يصرف عادي خلاص مجرد اكتسب. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لأن الإضافة من خصائص الأسماء يبقى رجع لأصله خلاص ما عادش مشكلة فعلا يرجع له الكسرة. وأنتم عاكفنا في المساجد دي طب ليه تقول بالكسرة؟ عشان دخلت وقال وقالت من خصائص الإيه؟ الأسماء، لأن ألا تطول على الفعل، فلما ابتعد عن الفعل رجع إلى أصله. يرام كده فهم؟ كده وصل؟ إذا لم تبقى فاهم غير لما تبقى حافظ كلام كده وما انتش فاهم، وده خطر في العلم يا ولاد، ان الانسان يردد كلام لا يفهمه. فاحرصوا على الفهم كما قال سيدنا علي: لا خير في علم لا فهم فيه. ينفع لكم من اربع عشان ايه؟ اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.